وزارة الخارجية التركية تستدعي السفير الإيراني لديها وتسلمه مذكرة احتجاج على خلفية الاعتداءين على السفارة والقنصلية السعودية في طهران ومشهد. ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يؤكد أن الرياض لن تسمح بنشوب حرب مع إيران، معتبرا أن حربا من هذا النوع ستكون بمثابة إذان بكارثة. الأمم المتحدة تعلن عن تلقيها موافقة من النظام السوري لإدخال المساعدات الإنسانية إلى 3 بلدات محاصرة من بينها بلدة مضايا. استعدادات مكثفة لمعركة تحرير تعز عبر تدريبات يشرف عليها ضباط من التحالف، وتشكيل مجلس بقيادة الشيخ حمود المخلافي لتحرير محافظة عدن من الميليشيات الحوثية. قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتل 4 فلسطينيين بدعوى محاولتهم تنفيذ عملية طعن عدد من جنودها قرب مجمع جوش جاتسون الاستيطاني بالضفة الغربية.